ايه رايك في الانفجارات اللي بتحصل دي كل يوم؟ منين يعني؟ المشي دودو منه فيه؟ منه؟ يعني في الاخوان هم اللي بيعملوا كده؟ فين الاخوان هم طيب؟ فين الاخوان؟ راحوا فين الاخوان؟ الاخوان بقى لهم سنه متاخدين. انا لا اخواني ولا مؤيد ولا معارض. وليه طيب؟ انا مش مؤيد ولا معارض، انا عمري ما انتخبت حد. انا اسمي احمد ابراهيم السيد عبد الجواد، عمري ما انتخبت اي مخلوق، وكان رئيس دايرتي في السيد احمد فتحي سروق. عمر دوروا على الانتخابات وعلى بطاقه الانتخابات، عمري ما انتخبت اي حد ولا ليا في الانتخابات. التعب اللي احنا فيه في البلد ده منين؟ ما هو ماسك بقاله سنه اهو طيب. ماسك بقاله سنه والتاني ماسك بقاله سنه ما عملش حاجه، وهي هي الدنيا وهو هو الغلا والقوى. احنا تعبانين. ما انا بقول لك التخليه هيكون مين غيره؟ بتدور على 2011 قبل الثوره. امال اها انت مقتنع بالكلام ده؟ امال فين طيب؟ طب قول لي انت، اقنعني انت، اقنعني طيب، فين الاخوان؟ اقنعني. انا بتكلم معاك وبتكلم معايا، قلت لك ثوره قلت لك ثوره، اقنعني بقى، فين هما الاخوان؟ النهارده احنا كام؟ الاخوان بقى لهم سنه وسبع و15 يوم. محمد مرسي بقاله سنة و15 يوم محبوس معتقل، صح؟ ما ساعة ما خدوا القصر بقى على 30 سنة. النهارده احنا كام؟ النهارده 11/7، بقاله سنة و11 يوم. فين الكلام ده طيب؟ فين القيادات؟ هاتوا لي القيادات. هاتوا لي الناس اللي بتفجر طيب. حد طلع على التلفزيون يقول لك أنا فكرت؟ مين اللي فكر؟ أنت مستبعد إن الإخوان يكون ورا التفكيرات دي كلها. آه. ومين اللي بيحارب جيشنا في سينا؟ ايه؟ مين اللي بيحارب جيشنا في سينا؟ ما هو انت بقالك تلات مولود في سينا. انت مولود في سينا وبتيجي عايز تطلعني. اه. انت عايز تطلعني من البيت وتهد بيتي. هتستنظر مني ايه؟ انت دلوقتي مولود في الحته دي. اه. والناس دي عيشتهم وحياتهم كلها هناك. فانت عايز تطلعهم. طلعهم ازاي؟ طب ازاي يعني؟ هيعيشوا ازاي الناس دي؟ اه. هيعيشوا ازاي الناس؟ رد عليا انت لما دلوقتي لما جاي هدي بيتك وانقلك لحته تانيه هتعرف تعيش؟ انت قصدك ان اهالي سينا هم اللي بيعملوا كده مع الجيش؟ اه. مش حد من بره يعني؟ مين؟ فيها هي فيها يد من بره. طب واليد من بره دي مين مسؤول عليها؟ انا اللي مسؤول ولا انت اللي مسؤول؟ مين اللي مسؤول؟ مين اللي مسؤول؟ الداخليه. لا لا لا، مين اللي حاميني وحاميك؟ ربنا ثم الناس دي، مش هي دي حمايه البلد؟ آه. طيب الناس دي بتخش منين؟ إيه؟ الناس دي بتخش منين؟ إيه؟ ماشي، انت مستبعد ان الاخوان هم اللي يكونوا ورا التفكيرات دي كلها؟ 95% 99% كمان، مش 95%. وان النظام هو اللي بيفجر نفسه. اه والله العظيم، ولا انا مؤيد ولا معارض ولا بصلي كمان ولا ليا بطاقه انتخابيه. بس الظلم حرام. هنفضل كده طول عمرنا يعني؟ هنفضل مصر على كده مستعبده يعني؟ مستعبدين؟ هي البلد دي اتبنت لخمس عواميد يعني؟ القضاء والاعلام ورجال الاعمال والداخليه والجيش هم دول، هي دي للبلد. انما الناس اللي زي حالتنا دول ما لهمش اي قيمه عندهم، والله ما لهم اي قيمه. والله احنا مالينا اي قيمه. هنفضل كده مستعبدين لغايه لما نموت.